أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من جديد، وأهلا بكم في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة اللغة العربية. ودرسنا اليوم أبنائي هو أبو الرحالة الجزء الثالث. دعونا أبنائي نبدأ باستذكار ما تعلمناه في الجزئين السابقين. تعلمنا تحديد الفكرة العامة للنص من خلال القراءة الصامتة. أيضا قرأنا النص قراءة جهرية سليمة، وأكدنا على نطق التاء المربوطة عند الوقف وعند الوصل، وكذلك التفرقة في النطق بين بعض الحروف القريبة في مخارجها مثل التاء، الطاء، الضاد، الدال. كذلك استنتجنا الأفكار الرئيسة في الفقرات الأربعة الأولى من الدرس، وكانت كالآتي: أيضا تعلمنا تمييز معاني بعض الكلمات من خلال المشترك اللفظي. وإلى أهداف التعلم، يتوقع منك أيها الطالب في نهاية هذا الدرس أن تقرأ الفقرات المحددة قراءة سليمة ومعبرة عن المعنى، تستنتج الأفكار الرئيسة للفقرات المحددة استنتاجا صحيحا، توضح معاني بعض الكلمات من خلال استخدام المعجم بشكل صحيح، كذلك تستدل من النص على قيمة ابن بطوطة العلمية في العالم. وإلى القراءة الجهرية، وهنا عزيزي الطالب أدعوك كما تعودنا في الجزئين السابقين إلى أن تفتح معي مصدر التعلم على هذه الصفحة المبينة أمامك، وأن تتابع معي جيدا القراءة بإصغاء شديد ومتابعة بصرية جيدة لما أقرأه. يقول ابن بطوطة في وصف رحلته إلى الصين: وأهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات، وأشدهم إتقانا فيها، وذلك مشهور من حالهم، قد وصفه الناس في تصانيفهم فأطنبوا فيه. وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه من الروم ولا سواهم، فإن لهم فيه اقتدارا عظيما. ومن عجيب ما شاهدت لهم من ذلك أني ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة في الحيطان والكواغد موضوعة في الأسواق. لقد كان ابن بطوطة علما بارزا من أعلام المسلمين، ومكتشفا عظيما دان له العلماء بالفضل زمنا طويلا. أبناء الطلبة والطالبات، كما تعودنا بعد القراءة الجهرية أن نناقش الفقرة وأهم ما جاء فيها من مفردات جديدة، وكذلك الفكرة الرئيسية. أولا، كلمة إحكاما، ما معناها؟ أهل الصين أعظم الأمم إحكاما للصناعات. نعم أحسنتم، إحكاما هنا من السياق تعني إتقانا، إحكاما للصناعات إتقانا للصناعات. وذلك مشهور من حالهم، مشهور أي معروف. أيضا قد وصفه الناس في تصانيفهم، والتصانيف كما هو موجود في حاشية الصفحة المقصود الكتب، التصانيف الكتب. وأما التصوير فلا يجاريهم أحد في إحكامه، لا يجاريهم يعني لا ينافسهم، والمجاراة المنافسة. أيضا لهم فيه اقتدارا عظيما، اقتدار من القدرة والاستطاعة، اقتدار
قدرة واستطاعة. أيضا الكواغد كما هو موجود في حاشية الصفحة، المقصود أوراق الكتاب. وفي نهاية الفقرة في الخاتمة: لقد كان ابن بطوطة علما بارزا من أعلام المسلمين، وهذا هو رأي الكاتب الذي كتب هذا المقال عن ابن بطوطة. يقول أنه كان علم بارز. ما معنى علم بارز هنا؟ علما بارزا أي مشهور، والعلم هو الجبل الضخم الذي يراه الناس من بعيد، أما هنا فالمقصود أنه مشهور. كان علما بارزا من أعلام المسلمين أي كان مشهورا من مشاهير المسلمين عبر التاريخ، ومكتشفا عظيما دان له العلماء بالفضل زمنا طويلا. ما معنى دان له العلماء؟ دان له العلماء أي اعترف له العلماء بالفضل، اعترف له العلماء بالفضل. هكذا أحسنت. أبنائي الأعزاء، هذه الخريطة توضح رحلات ابن بطوطة في الدنيا القديمة. فقد خرج من طنجة بالمغرب في أقصى الغرب، وذهب إلى بعض البلاد والحواضر منها مصر، وكذلك مكة وأرض الحجاز في جزيرة العرب. أيضا ذهب في رحلاته إلى الهند ومكث بها سنوات طويلة، ثم عاد إلى الأندلس، والأندلس هي إسبانيا والبرتغال حاليا. ولكن في هذه الفقرة التي قرأناها منذ قليل كان يتحدث بصورة أساسية عن رحلته إلى الصين، حيث وصف أهل الصين بأنهم أهل إتقان للصناعات، وأنهم أكثر الناس إحكاما للصناعات. ومن هنا أبنائي كانت الفكرة الرئيسة لهذه الفقرة التي قرأناها منذ قليل، هي ابن بطوطة يصف رحلته إلى الصين. وهكذا أحسنتم، بارك الله فيكم. ونذهب مباشرة إلى مصدر التعلم لنجيب عن بعض الأسئلة على النص. افتحوا معي أبنائي هذه الصفحة المبينة أمامكم، 58، ونقرأ السؤال: ابحث في المعجم عن معاني الكلمات الآتية وسجلها في الجدول. أطنب، كلمة أطنب نبحث في المعجم فنجد. أطنب في يطنب إطنابا فهو مطنب، كذلك مطنب فيه. أما المعنى الذي يناسب سياق ما جاء في الفقرة فهو أطنب في الحديث ونحوه، أي أكثر فيه وبالغ، فأطنبوا فيه أي أكثروا الحديث فيه. نعم، كذلك كلمة أشاد بي، أشاد بي نجد في المعجم ما يلي: أشاد إشادة، شيد إذا كان للبناء فمعناه أعلاه، أما أشاد به أو بذكره أي أثنى عليه، وهذا هو المعنى المناسب لسياق الفقرة عندنا. أشاد به أي مدحه وأثنى عليه. كذلك كلمة تحفة، تحفة، تحفة مفرد والجمع تحفات وتحف، ومعناها طرفة أو شيء مستحدث عجيب له قيمة جمالية أو أثرية أو فنية، وهذا أيضا هو المعنى المناسب لسياق فكرتنا. كتاب ابن بطوطة شيء مستحدث عجيب له قيمة جمالية أو تاريخية أو أثرية أو فنية، هذا هو المعنى المناسب. هكذا
نبحث في المعجم ونستخرج المعنى المناسب للسياق الذي لدينا. بارك الله فيكم. نستكمل عزيزي الطالب حل التدريبات في الصفحة 60 من مصدر التعلم. قم بإيقاف الفيديو قليلا وحاول حل هذين السؤالين بنفسك، ثم نعود ونجيب الإجابة الصحيحة لتقارن بين إجابتك وبين الإجابة الصحيحة. تفضل. نعرض الإجابة الصحيحة، قارن بين الإجابة الصحيحة وبين إجابتك. بالنسبة للسؤال السادس، في أي فقرات النص استخدم الكاتب ضمير المتكلم ولماذا؟ هذه هي الفقرة التي استخدم فيها الكاتب ضمير المتكلم. ما شاهدت، دخلت، عدت، رأيت. لاحظ التاء هنا تاء الفاعل تعود على المتكلم، ورأيت صورتي أيضا ياء المتكلم. هذه الفقرة هي الفقرة الخامسة من النص قبل الخاتمة. أما لماذا استخدم الكاتب هنا ضمير المتكلم؟ لأن في هذه الفقرة ابن بطوطة يتحدث عن نفسه ويصف رحلته إلى الصين، فاستخدم ضمير المتكلم. والآن أبنائي، نذهب إلى هذا السؤال الذي يقيس قدرتنا على الاستدلال من النص. السؤال: لابن بطوطة قيمة علمية بارزة على مستوى العالم، هات دليلين من النص على ذلك. أبنائي، لو قرأنا ودققنا في فقرات النص نجد أن الدليل الأول هو: ترجم كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار إلى عديد من اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية. أما الدليل الثاني فهو: إن العالم الألماني بيشل أطلق عليه أبو الرحالة. وهذان دليلان على القيمة العلمية البارزة لابن بطوطة على مستوى العالم. وقبل أن أودعكم أبنائي وبناتي، نتذكر معا ما تعلمناه في هذا الجزء الثالث. تعلمنا قراءة النص قراءة جهرية سليمة، أيضا تعلمنا توضيح معاني بعض الكلمات من خلال استخدام المعجم بشكل صحيح، كذلك استنتجنا الفكرة الرئيسة للفقرة التي قرأناها، أيضا قمنا بالاستدلال من النص على قيمة ابن بطوطة العلمية في العالم، أيضا قمنا بالإجابة عن بعض أسئلة النص الواردة في الكتاب المدرسي. وإلى هنا أبنائي وبناتي، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الثالث. أعود بإذن الله تعالى وألتقيكم في الجزء الرابع والأخير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.